حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الأحبة، والله إن الإنسان لا يشعر بحلاوة الإيمان ولذة انتمائه للإسلام إلا إذا شعر بنعم الله من حوله. لذلك الله تبارك وتعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. كثير من الناس يظن أن الله إذا رزقك شيئا من متاع الدنيا حدث به، إذا رزقك طعاما حدث به، إذا رزقك مثلا بيتا حدث الناس. طبعا هذا معنى ضيق جدا 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 أيها الأحبة، لأن الله يقول في آية أخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن النعم لا تحصى، وبما أن الله أمرنا أن نحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. ما معنى ذلك؟ هذا الأمر أيها الأحبة موجود في سورة اسمها سورة الضحى، التي بدأت بقول الله تبارك وتعالى: والضحى، يقسم الله بظاهرة الضحى التي لولاها لم نكن قد وجدنا على هذه الأرض، لأن حركة الأرض والشمس وتعاقب الليل والنهار ووجود الشفق ووجود وقت الزوال ووجود الفصول الأربعة ووجود وقت هو الضحى مهم جدا لاستمرار الحياة وللنباتات وللكائنات الحية وللساعة البيولوجية للإنسان. فهذا الوقت مهم، أقسم الله به: ما ودعك ربك وما قلى. لم ينسك الله، لم يترك الله من دون شيء. كيف يخلق الله مخلوقا ثم يتركه؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، هذه السورة بدأت بقسم عظيم هو: والضحى والليل إذا سجى، أي الليل إذا خيم. وجود الليل ضروري جدا أيها الأحبة، وهو نعمة من نعم الله عز وجل، لولاه أيضا لما استطعنا أن نستقر ولما استطعنا النوم، وحتى الكائنات الحية لا يمكن أن تمارس دورة حياتها، وحتى النباتات ستموت إذا تعرضت لإضاءة دائمة. وبالتالي أيها الأحبة، هناك نعم كثيرة أقسم الله بها أنه لا ينسى عباده. طبعا هذه السورة يخاطب الله بها حبيبكم محمدا، حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله لا يمكن أن ينساه، ولكن كل مؤمن رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وإماما له، فهذه الآية تعنيه. هذه الآية موجهة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولأتباع هذا النبي الكريم، لكل من يتبع خطى ومنهج وتعاليم وسلوك هذا النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه السورة موجهة لي ولك أيها الإنسان الذي تحمل الهموم ودماغك مليئة بالهموم والمشاكل. الله يعدك أنه لا يمكن أن ينساك. لذلك ختمت هذه السورة بآية عظيمة، كأن الله يريد أن يقول لك: إذا أردت أن يذكرك الله دائما فحدث بنعمة ربك. طيب ما معنى وأما بنعمة ربك فحدث؟ البصر هو نعمة من نعم الله عز وجل، السمع هو نعمة، ما دام قلبك ينبض هذه نعمة، الصحة هي نعمة، الألوان من حولنا نعمة، الليل نعمة، النهار نعمة. فهذه النعم أيها الأحبة لو أردنا أن نعدها لا نحصيها، يعني يمكن أن تعد
مئة، 200 نعمة، 1000 نعمة، 1000000000 نعمة، مهما حاولت ستجد هناك نعما إضافية ونعم تظهر كل يوم. يعني اليوم مثلا الإنترنت هو نعمة إذا أحسنت استخدامه، وسائل النقل الحديثة نعمة، المكيفات نعمة في الجو الحار. نعم الله موجودة على الأرض وسوف تظهر كل يوم نعم جديدة، لذلك لا يمكن أن نحصيها. طيب، أنا أريد أيها الأحبة من خلال هذه السلسلة من اللقاءات أن أشعر معكم بلذة حلاوة أنني أنا مؤمن. كثير من المسلمين ولد مسلما ولكنه لا يشعر بقيمة أنه مسلم. لذلك عندما نحدث بنعم الله، يعني أنا الآن سأحدثكم عن نعمة عظيمة جدا وأبدأ بها هذه السلسلة، هي نعمة لا إله إلا الله. والله أيها الأحبة، هذه النعمة لا يدركها إلا من فقدها. يعني نحن منذ أن كنا أطفالا كمسلمين ولدنا على كلمة لا إله إلا الله، وحتى الإنسان عندما يكون غاضبا تقول له وحد الله فيقول لا إله إلا الله بفطرته، فأصبحت هذه الكلمة التي هي خير كلمة قالها النبيون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فإذا هذه الكلمة العظيمة جدا لا نشعر بقيمتها. طيب كيف نشعر بقيمتها؟ دعونا نتأمل من فقد هذه العبارة، عبارة التوحيد. يعني نذهب مثلا إلى من يعتقد أن هناك ثلاثة آلهة. بعض الناس يعتقدون أن هناك إله هو الأب وعنده ابن، وهناك روح قدس مثلا، فهذه الآلهة الثلاثة هي إله واحد. يعيش هذا الشخص الذي يعتقد هذا الاعتقاد، يعيش كل عمره وهو في حالة اضطراب وتناقض، لا يفهم. طيب بما أننا نقول آب وابن، أنا فقط أريد أن أخبرك أخي الحبيب كيف تشعر بنعمة لا إله إلا الله. يجب أن تنظر إلى غيرك، من فقد هذه النعمة كيف يعيش، ستشعر بقيمة هذه العبارة، عبارة التوحيد التي قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمر يعني يحتاج إلى علم. طيب، هل الأب وجد أولا ثم الابن؟ يعني منطق التسميات أنه دائما الأب يوجد أولا ثم يوجد الابن. طيب الأب الذي هو الله، لو فرضنا أنه وجد أولا ثم وجد ابن له، فهذا الابن سيكون مخلوق، تمام؟ وبالتالي بما أنه مخلوق فلا يصلح أن يسمى خالق، لأن الخالق لا يخلق، الخالق يجب أن يكون موجودا منذ الأزل. طيب لو فرضنا الأب والابن موجودان منذ الأزل، طيب موجودان مع بعض، المفروض أن يعني تكون التسمية ليس الابن، إنه الله مثلا حاشا لله وشريك له، الله هو إله آخر، يعني هكذا. أما أن تقول ابن ووجدا منذ الأزل مع بعض، فهذه التناقضات يعيشها من يعتقد بوجود ثلاثة آلهة، يعيشها طول عمره ولا يستطيع أن يحل هذا اللغز. طيب كيف يمكن للإله أن يحتاج للولد؟ يعني أنا وأنت عندما نكبر في السن نحتاج لولد يعيننا على بقية حياتنا، يؤمن لنا العلاج الدواء
إلى آخره. يعني عندما يشيخ الإنسان يحتاج لولد أو أولاد. طيب، هل الله يحتاج إلى ولد؟ لا، هو مستغن عن كل المخلوقات. إذن فكرة وجود إله آخر فكرة غير منطقية. يعني أي إنسان يعتقد أن هناك إلهين في الكون، فهذه الفكرة ستسبب له مشاكل كثيرة، وتسبب له تناقضات في دماغه، وسوف ينتهي به الأمر إما إلى الإلحاد أو إلى الإسلام التوحيد. لذلك نحن عندما نشأنا كمسلمين نقول لا إله إلا الله، ليس لدينا تناقضات، بالفعل إله واحد قوي مستغن خالق، هو خالق كل شيء، رزاق جبار عزيز، يستحق مثل هذا الإله القوي والإله الواحد القهار، يسمي نفسه الله عز وجل الواحد القهار، ليس القاهر، هو قاهر وهو قهار مبالغة. فهذا الإله يستحق أن ألجأ إليه، أن أتمسك به سبحانه وتعالى، أن أدعوه، أن أضع همومي بين يديه عندما أعلم أنه إله واحد. لذلك في القرآن العظيم أيها الأحبة كثير من الآيات تؤكد على وحدانية الله، نحن لا نشعر بقيمة هذه الآيات. يعني مثلا قل هو الله أحد، هذه من الآيات العظيمة جدا في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة التي هي سطر أنقذتك أيها المؤمن من التناقضات، وأنقذتك من أن تصبح ملحدا، وأنقذتك من أن تصبح مؤمنا بإله ضعيف أو بمجموعة آلهة. هناك اضطرابات تحدث في إيمان الشخص الذي لا يؤمن بإله واحد، وبالتالي نعمة عظيمة جدا هي لا إله إلا الله. شيء آخر أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام له حديث بشرى، حديث عجيب يطمئن له القلب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. سبحان الله، يعني شيء غريب. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، قد يقول قائل يعني أي إنسان يستطيع أن يقول لا إله إلا الله في نهاية حياته ويدخل الجنة؟ أقول لا لأن كل واحد منا سيخضع لما يسمى بسكرة الموت التي يغيب فيها عن الوعي، لا يستطيع أن يتصرف، لا يستطيع أن يتحكم حتى بلسانه، يصبح شبه عاجز عن أي شيء. حتى لو لقنته لا إله إلا الله 1000 مرة لا يقولها، هو أصلا لا خارج تغطية كما يقال، في حالة سكرات الموت. لذلك نحن عندما نموت أيها الأحبة، أنت الشيء الذي عشت عليه ستموت عليه. يعني أنت إذا عشت في حياتك على كلمة لا إله إلا الله، كل يوم تشعر بنعمة لا إله إلا الله، تكثر من قول لا إله إلا الله، تعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة. عندما تقول لا إله إلا الله، من المعيب أنا إنسان كإنسان مؤمن آمنت أنه لا إله إلا إله واحد هو الله، هو المتصرف، هو المتحكم، من المعيب أن ألجأ لغير الله، من الخطأ أن أسأل غير الله وأنا أعلم أن هناك إله واحد. لذلك الله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله في سورة محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. القضية تحتاج إلى علم. فإذا عشت حياتي وأنا أعلم أنه لا إله إلا الله، إذا أصابني هم أقول يا رب لأنني أعلم أن الله سيستجيب، إذا أصابني ضيق في الرزق ألجأ مباشرة إلى الله. والله
إن الله الواحد القهار سيسخر لك الكون لخدمتك أيها الإنسان. وبالتالي أنت إذا عشت على لا إله إلا الله ستجد لسانك ينطق بها عند الموت بشكل لا شعوري، لأن حياتك كلها أنت عشتها من أجل الله ومن أجل لا إله إلا الله. لذلك أحبتي في الله، إذا أردتم أن تستمتعوا بهذه الحياة فكرر لا إله إلا الله، عرف الناس بلا إله إلا الله، ادعو إلى الله. هذا معنى وأما بنعمة ربك فحدث. يعني أنا الله أكرمني بنعمة عظيمة، هي نعمة التوحيد، هي نعمة لا إله إلا الله. أنا يجب أن أحدث بها، أن أبلغها للناس. القضية ليست قضية سيارة أو منزل أو رزق أو متاع من الدنيا، يعني تظن أن هذا لا، الله يرزق الكافر ويرزق المؤمن. وتجد أحيانا بعض الملحدين لديهم المليارات، يعني هذه نعمة مثلا؟ لا، هذا استدراج لهم إن لم يتوبوا. وبالتالي أنت عندما عرفت الآن هذه النعمة، نعمة لا إله إلا الله، يجب أن تحدث بها غيرك، تنقل أسرار لا إله إلا الله لغيرك. إذا كيف ذلك؟ إذا وجدت إنسانا ضاق به الحال، ضاقت به الدنيا، تقطعت به السبل، يعاني من مرض لا يشفى، يعاني من مشكلة لا تحل، مشاكل الدنيا كثيرة أيها الأحبة، عرفه بأسرار لا إله إلا الله. قل له هناك إله واحد لا إله إلا هو، هو القادر أن يحل مشكلتك، ولكن بشرط أن تلجأ إليه، أن تترك أسباب الدنيا وتلجأ إلى المسبب عز وجل. إذا وجدت إنسانا مريضا اجعله يتفاءل برحمة الله، لأن الله الواحد هو الشافي وهو المعافي وهو القادر على أن يشفي هذا المرض. وهكذا أيها الأحبة، عندما تحدث الناس بنعمة لا إله إلا الله، هذا هو معنى وأما بنعمة ربك فحدث. طبعا في هذه اللقاءات إن شاء الله في كل مرة سوف نستعرض نعمة من النعم التي معظمنا لا يشعر بها، ونحاول أن نشعر بقيمتها، نحاول أن نشعر بقيمة هذه النعمة لنشعر بقيمة الإسلام الذي ننتمي له. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.